دابا غادي تعطيني فلوسي دابا. عفاك عفاك، غدا 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 نجيب الفلوس. ما كاينش غدا، ما كاينش غدا، ما تعاودش تقول لي غدا، دابا فلوسي دابا يحضروا. لا عفاك، غدا 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 صافي، غدا 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 تلقى فلوسك عندي. اليوم اليوم دابا يحضروا. غدا غدا والله الا غدا ما غاديش نعاود نهرب من بيت. صافي ما كاينش، دابا يحضروا، ما بغيتيش تفهم ياك. هاك يلا ها، دابا فلوسي يكونوا هنا. دابا كتفهمنيش واقيلا. لا غدا 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 فلوسك، غدا غدا فلوسك يكون عندك. ما كاينش غدا، عيد لك شلت مني في الزناقي بوالو، دابا دابا تعطيني فلوس. بلاتي بلاتي مالك معاه هاد الزمر هذا اللي جالس حدايا دابا، ما بغاش يعطيني فلوسي. هادي شهرين وانا كنمشي كنجري مورا باش يعطيني فلوس، وعلي ما يتخبع مني، ما بغاش يعطيني فلوس. تخيل عليا كل نهار غدا 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 غدا، دابا خصو يعطيني فلوسي. يكون عنده شي اسباب حيت كيقول لك غدا. ما كاين بو اسباب، راه هو هاد الزمر هذا راه ما بغاش يعطيني فلوسي. غدا نلقى رحل ولا شي حاجه. انت علاش ما بديتي ليش فلوسو؟ غدا غدا عطيه فلوسو، غدا غدا عطيه فلوسو. ما علينا، شحال كيسال؟ 1000 درهم. واو واو، 1000 درهم كاملة. المهم انا غادي نرد ديك الكريدي ديالي ديك الساعة يردي. ايوا ها انت دابا فهمتيني، يلا راه فلوسو. هاك حسبهم. الله يخليك، شكرا بزاف. المهم دابا انت اجي معايا نتفاهم فوقاش غادي ترد لي. اليوم في العشيه، اليوم في العشيه، اليوم في العشيه. ايوا عندك تخليني كنتسناك. اليوم في العشيه مع الخمسه بالضبط غادي تجي وغادي ترد لي فلوسي. لا لا ما تخافش ما تخافش. ايوا عاودني منك، انا راه ما غاديش تشوك معايا. صافي مع الخمسه غادي نرد لك فلوسك. صافي دابا غادي يجي، دابا دابا الخمسة. ما عرف مالو تعطل، عيط ما تتسناه، جاني الناس ضروري غادي يكون عندو شي سبب، ولكن انا اكيد غدا غادي يجي. غادي يجي اليوم والله ما يتعطش عليا، انا محتاج فلوسي بزاف. المهم نتسناه. عرفت مالو هدا شنو وقع ليه؟ تكون وقعت ليه شي حاجة عندك، يكون مات ولا شي حاجة، ولا مات ليه شي واحد من العائلة، الله ما نعرف. المهم غادي نعرف، خصنا نزيد تحشم ولا نمشي عندو؟ لا لا مخصنيش نمشي عندو، خليتيه يجي لراسو. واخا هادي سيمانة وزيادة وحنا كنتسناو، ولكن هاني خصو تيجي لراسو. ولكن ما راك عرفتي فلوسي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا لا هذا زاد فين، ضروري خصني نمشي عندو. صافي نمشي عندو باش نشوف شنو وقع ليه. عاكم هدا وقيلا عماد لا شي واحد من العائلة، لا يكون هو داير هكدا هكدا، دار هداك الراجل اللي كان مسيل الفوق. ولكن ضروري غادي نرد ليه فلوسي، خصني نتعامل معاه غير بالحيلة. هادي الدار. Thank you.
عثمان وين دابا شفتهم؟ وانا عاد شفتو لداخل. بابا راه ما كاينش في الدار. باباك ما كاينش في الدار؟ اه. المهم هاد المرة هادي قول ليه ملي يجي يخرج ما ينساش راسو في الشجر. او مشكلة هادي دابا عتبي ما بغاش يرد لي فلوسي وصافي. سي دابا ما نلقى شي طريقة. انت هاد المرة ما غاديش يفلت مني. بابا ما كاينش في الدار. غادي تعطيني فلوسي ولا شنو؟ هادشي اللي غادي نقول لكم دابا، عطيني فلوسي. شنو ما بيدير ما عطيتش فلوس؟ ما غادي نقول لك والو حتى تعطيني فلوسي. صافي واخا هكا. واخيرا صافي الله يعاوننا ويعاونكم. اجي بعدا اجي. شنو كنتي ناوي دير؟ كنت باغي نقول لك زعما الا ما عطيتينيش فلوسي غادي نجي غدا عاوتاني عندك.